اختتم الاتحاد العربي للقضاء الإداري دورته التدريبية الأولى لأعضائه بالقاهرة ضمن لقاءات السنوية والتي جاءت بعنوان دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية القانونية. هذا وأكد المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري خلال لقائه بالأعضاء أعضاء الاتحاد من الدول العربية الشقيقة، أكد على عمق روابط الأخوة وسمو الأهداف ونبل الرسالة. تعد تلك الدورة هي الأولى التي يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري في إطار تعزيز دوره في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري.